شوريا ما عم يرد على تليفونه، أكيد بيكون معصب كتير. شو المشكلة بينه وبين مهك يا ترى؟ كانتا لا تقلقي لهالدرجة، كل شي رح يكون تمام. طيب هلا أنت أخذتي أدويتك ولا لا؟ خذيتها. نحن وصلنا. اسمع، منروح وبنشوف شوريا بهيك وقت؟ لحظة، أنا بقول إنه ننتظر للصبح أحسن، صح؟ كمان بالأول خلينا نحكي مع مهك بالموضوع. وإذا مهك وشوريا ما حافظوا على زواجه؟ لا لا كانتا، لو سمحتي أصحك تفكري هيك تفكير، ما رح يصير شي سيء. إذا زواجهم ما مشي حاله، أنا مستحيل أقدر سامح حالي أبدا. لأنه نحن وعدنا أهل مهك إنه نضل نعتني بمهك دائما ونخليها على طول مبسوطة. بتمنى عن جد ما نكون فشلنا بتنفيذ مسؤوليتنا تجاهها. يكفي كانتا، لازم تكوني قوية. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.